النعمان بن ثابت المرزبان الشهير بالإمام أبي حنيفة، أصله من أفغانستان. ولد سنة 80 هجرية في الكوفة وعاش فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الشعبي في محلنا إنه لفضل كبير يا شيخنا، يا إمام العلماء في الكوفة كلها. ما شاء الله، طورت محل أبيك يا نعمان، ونجحت أفكارك الجديدة في التجارة. هذا بفضل الله يا شيخنا، لقد تعلمت أصول التجارة ممن تخصصوا فيها. أتمنى لو استخدمت ذكائك في تعلم الدين. أي فرع من علوم الدين؟ تحفظ القرآن مثلا. ثم أتقدم في السن وأنسى ما حفظته. إذن تحفظ الأحاديث النبوية؟ سأكبر أيضا وأنساها. إذا تعلمت الفقه لن تنساه، وستصبح فقيها ثم قاضيا ثم كبير القضاة. نعم، هذا ما يرضي طموحي، ولكن ممن أتعلم الفقه؟ من شيخ الفقهاء في الكوفة، الإمام حماد بن أبي سليمان. وهل ستترك التجارة وتتفرغ لدروس العلم يا نعمان؟ لا والله يا شيخ حماد، سآخذ من ربح التجارة وأنفق منه على دروسي. حسن، نلتقي إذن كل يوم بعد صلاة الفجر. أعلمك 3 مسائل في الفقه، تحفظها ثم تأتي في اليوم التالي لأعلمك 3 مسائل جديدة. 3 مسائل فقط في اليوم؟ لا تتعجل، البحر أصله نقطة ماء، والجبل أصله حبة رمل. استمر أبو حنيفة مواظباً على تلقي العلم من أستاذه حماد بن أبي سليمان، وبعد 3 سنوات فقط أصبح أبو حنيفة أنجب تلاميذ حماد والوحيد الذي يجلس بجواره في حلقة العلم. بعد 10 سنوات أصبح أبو حنيفة نابغاً في الفقه، وله تلاميذه ومريدوه، مما شجعه أن ينفصل عن أستاذه ويجعل لنفسه حلقة علم خاصة به في مسجد الكوفة. ولكنه تراجع استحياء من أستاذه حماد، ووجد نفسه يجلس في مكانه المعتاد بجواره. في بداية الدرس أبلغكم بأنني مضطر إلى السفر غدا ولمدة 1 شهر كامل. اطمئنوا، سيستمر درسنا كما هو. أخوكم نعمان سيلقي الدرس نيابة عني حتى أعود. أنا يا شيخنا؟ نعم يا نعمان، صرت فقيها وعالما وأفضل من يحل محلي في غيابي. تحقق لأبي حنيفة ما أراد، وقرر أن يكون له أسلوبه الخاص به. من الآن وحتى عودة أستاذنا حماد سنكتب كل ما يقال في هذه الجلسة من أسئلة وأجوبة فقهية، وسنشترك جميعاً في التفكير والتدبر والإجابة عليها. شفاك الله يا شيخنا، والله منذ عرفتك وأنا أدعو لك في صلاتي كدعائي لأبي وأمي. وأنا أيضاً يا نعمان كنت أقول لابنتي إنني أشتاق إليك في السفر كما أشتاق إليها عندما أغيب عنها. ستعود إلى مجلس علمك قريباً بإذن الله. لا يا نعمان، أشعر أنها النهاية، ولا يسري عني إلا وجودك مكاني. أنت الوحيد القادر على استكمال ما بدأته من دروس الفقه. شرف عظيم ومهمة صعبة. استمر كما بدأت في غيابي، وضع مجموعة من العلماء في الصفوف الأولى، واستشرهم في كل المسائل الفقهية قبل أن تتفقوا عليها وتسجل في الجلسة. هذا ما أفعله، ووصلت بالعدد إلى 40 عالماً في كل المجالات، حتى إنني أستعين بأصحاب الخبرات من التجار والصناع والأطباء والساسة ومن يهتم بعلوم النفس والاجتماع. أنت بهذا يا نعمان ستكون أول من أسس مدرسة فقهية
في التاريخ كله، وأول من أرسى فقه الأغلبية وليس الرأي الواحد. هذا ما تعلمته منك يا شيخنا. لا يا نعمان، لقد تفوقت علي وأصبحت لك مدرستك الخاصة، ولكني سعيد بذلك. نبدأ اليوم أول دروسنا في الفقه التقديري. وما معنى الفقه التقديري؟ أن نتوقع أشياء وتغيرات ربما تحدث في المستقبل وندبر حلولها من الآن. وما فائدة ذلك؟ حتى لا ينفصل الدين عن الدنيا كلما تباعدت السنون، وحتى تتطور العلوم الشرعية مع تطور العلوم الدنيوية. أعطنا مثالاً يا شيخنا لهذه التغيرات التي تفترضها. اكتب يا أبا يوسف، لنفرض مثلاً أن مياه نهري دجلة والفرات قد انخفض منسوبها وظهرت الجزر من تحتها، ثم جاء أناس وفرضوا أسواراً حول هذه الجزر وقاموا بزراعتها، فهل يحق لهم ذلك؟ بالطبع لا يحق، فإنها ملكية عامة، لابد لهم من العودة لولي الأمر. رأيان وجيهان، أما أنا فأرى أنهم يحق لهم بعض انتظر يا أبا يوسف، لا تكتب رأيي حتى نتفق عليه جميعا، فنحن لن نعتمد في هذا المجلس إلا رأي الأغلبية. أبو يوسف، أهلا يا سيدي. بحثت عنك في كل مكان وتمنيت ألا أجدك هنا. هل تترك دروس العلم في المسجد وتأتي إلى السوق لتبيع الخضروات؟ إنها الحاجة يا شيخنا، أريد أن أوفر تكاليف معيشتي وليس لي عمل آخر. هذه 100 درهم ولك مثلها أول كل شهر على أن تتفرغ لدروس العلم ولا تتغيب عنها. أشكرك يا أستاذي. أنت أنجب تلاميذي وأنا حريص على وجودك في مجلسي، وهذا ثمن زهيد لبقائك معي معظم الوقت. الحمد لله. نظر أبو يوسف في عطية أبي حنيفة له، وكانت بمثابة أول منحة دراسية في تاريخ الإسلام. بعدها بسنوات نبغ أبو يوسف في الفقه، وقرر الانفصال عن أستاذه أبي حنيفة، وأسس مجلس علم خاص به في المسجد نفسه. انظر إلى أبي يوسف، لقد فعل معي ما استحييت أن أفعله سابقاً مع أستاذي حماد. هل أفاتحه في الأمر وأطلب منه العودة إلى مجلسك يا سيدي؟ لا، ولكن دعنا نداعبه قليلاً. اذهب إليه في مجلسه وقل له إن رجلاً أعطى جلبابه للخياط كي يقصره على مقاسه، وفي اليوم التالي أخبره الخياط أن الجلباب قد سرق منه، وبعد أيام وجد الرجل جلبابه معروضاً للبيع في محل الخياط بعد أن تم تقصيره، فخشي الخياط من الفضيحة وأعاد للرجل جلبابه. والسؤال هنا، هل من حق الخياط أن يأخذ أجرة تقصير الجلباب؟ إذا قال أبو يوسف نعم من حقه، قل له أخطأت في فتواك. وإذا قال لا ليس من حقه، قل له أيضا أخطأت في فتواك. لا، ليس من حق الخياط أن يأخذ الأجرة. عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف. انتظر، انت معك حق، من حق الخياط أن يأخذ الأجرة. عفوا، لقد أخطأت يا أبا يوسف. ما هذا؟ يدعي أنه أخطأ في الحالتين؟ إنها حقا مسألة معقدة. أراد أن يختبراه بها.
والله إنه لامتحان صعب من امتحانات أبي حنيفة النعمان. هيا بنا. وصلتني رسالتك يا أستاذي، وجئت لأعرف حكمك في هذه المسألة. اسمع يا أبا يوسف، إذا كان الخياط قد قصر الجلباب قبل أن ينوي سرقته فهو يستحق عليه أجراً، وإذا كان قصره بعد أن سرقه من صاحبه فهو لا يستحق عليه أجراً. ما شاء الله، والله لا يفتي بهذا العلم والفقه إلا أبو حنيفة. أيها الناس، يبدو أنني ما زلت في حاجة للتعلم من أستاذي أبي حنيفة، وسأنضم من الآن إلى مجلسه وأبقى معه طيلة حياتي، ولن يكون لي مجلس خاص بعد اليوم. وهكذا نجح أبو حنيفة في استعادة تلميذه أبي يوسف. ما شاء الله، الاعتراف بالحق فضيلة. الآن نستفيد من العالمين في مجلس واحد، ولا يفوتنا أي درس من دروس العلم. وظل أبو يوسف تلميذاً في مجلس أبي حنيفة، وأصبح أبو يوسف لاحقاً كبير القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد.